طيب الحكومة الكويتية مع أو ضد استضافة الشيخ حمد بن جاسم؟ ما لها علاقة الحكومة الكويتية، لأن البرنامج قاعد يعرض على منصة القبس وهي منصة مستقلة تماما ولا اتصل لها عليك أي. وزير خارجية الكويت وحدثك عن مقابلة حمد بن جاسم تحديدا. لا، هو اتصل علي وزير خارجية الكويت السابق، طبعا في وقتها كان في منصبه، أوجه له كل تحية، الدكتور أحمد الناصر صباح، بعد بث الإعلان تقريبا بثلاث أيام، إعلام الشيخ حمد بن على جاسم. البرومو اللي نزلته قبل شوي هذا، وكان اتصال مفاجئ واول تواصل يصير يعني بيني وبين الشيخ الدكتور احمد. ايش قال لك؟ انا اللي متوقعه انه يعني صاير استنفار، وانه شنو وليش وكذا وكذا، وانا الحين بتسبب بازمه خليجيه جديده، وان البرنامج ممكن يوقف يعني. فكان كلام وثناء واطراء على البرنامج بشكل عام، ما حدد شيخ حمد بن جاسم بشكل عام على البرنامج، ان البرنامج الان يعني رجع الدور الاعلامي للكويت اللي كان بالسبعينات والثمانينات، ومجله العربي كان يدخلنا كل البيوت العربيه من عمان الى موريتانيا. فبرافو كمل. طيب انا قاعد اسمع المكالمه يعني، طيب برافو كمل. ايش؟ برافو كمل البرنامج. بس الاتصال متى جاك؟ بعد بث بعد البرومو بثلاث، بس ما كلمني عن كيف صورت معاه وكيف هذا وليش وش معن، ابدا ما جاب طاري. بس هو اعطاك انه بعد بث البرومو ترانا مأيدين لك، توكل على الله كمل. لا ما اعتقد، وما كلمك قبل البرومو ولا في أبداً. نص الموسم بعد بعد البرومو حق حمد بن جاسم يعني، هو الكلام اللي قاله قال احنا بالعكس، انا يعني كان اتكلم بشكل باسم الشخصي، انه يعني انا معجب في البرنامج وبرافو كمل، جيب هالشخصيات وجيب بعد. وقال لا لا يعني حاول دائما توازن مع الكل. قال لك كذا؟ اي لازم توازن مع، وقلت له بالضبط، واحنا هذا اللي قاعد نسويه، احنا فعلا قاعد نوازن مع الكل يعني. في اول لقاء بس كان دعم بالمناسبة يعني، هاي مهم جدا يذكرها يعني، كان يعني دعم معنوي كبير جدا جدا، كون اول يمكن اتصال يجيني من الحكومة الكويتية، مقدرين على الاقل هذا العمل اللي قاعد اسويه يعني.